جيت من مدينة مكناس مساندة لبنتي ردا على الوزير اللي تيقول بأن وليداتنا حنا مساندين أنهم يرجعوا للدراسة ديالهم. حنا ما بغيناش ولادنا يرجعوا 4 شهور و20 يوم، اليوم تيكملوا 4 شهور و20 يوم بالضبط وهما داخلين في إضراب مفتوح. وليداتنا ما خداو حتى شي مطلب، تيقول لك حقق لهم 45 مطلب، حنا ما شناش هاد 45 مطلب. تعطات فعلا تعطاتهم وعود ولكن ما كان حتى شي حاجة على أرض الواقع. وليداتنا بغاو تيدافعوا على الجودة ديال التكوين ديالهم اللي هي تتصب في صحة المواطن، اللي في مصلحة المواطن المغربي. حنا بغينا وليداتنا يعني يستمروا في النضال ديالهم، ياخذوا حقوقهم، حيت حنا تنشوفوا هذه الحقوق اللي هي مشروعة، وليداتنا قادين عليها داكشي باش يطالبوا بها، تيطالبوا بجودة التكوين باش غدا منين يكون في السبيطار تيعالج المريض يكون إنسان متمكن، ما بغاش يكون غير سمية طبيب. ما بغينا الشهادة ديال الطبيب، بغينا طبيب كفء. ما بغيناش أعداد متفاوتة ولكن الكفاءة ما كايناش. بغينا وليداتنا يعني يكونوا مكونين على حق، يكونوا أطباء اللي تكون عندهم ضمير، وهذا دليل أنهم عندهم ضمير، أنهم خارجين تيدافعوا على جودة التكوين ديالهم. حنا ما تنطالبوا لا ب6 سنين ولا ب7 سنين، حنا تنطالبوا بجودة التكوين. حنا إلا كان جودة التكوين غادي تكون 6 سنين تعطينا الوزارة البرمجة اللي دارت لها 6 سنين، كانت جودة التكوين 7 سنين حنا معاها، حنا مع مصلحة الوطن ديالنا. والوزير سد باب الحوار، الوزارتين بجوج سدوا باب الحوار على وليداتنا، هذه مده ديال شهرين وما يزيد، وخلى وليداتنا جالسين ضايعين. حنا ما بغيناش هذا الشيء، ما بغيناش ولادنا يبقاو يدوروا. حنا وليداتنا ماشي هو الشوارع، ما وليداتنا متفوقين ديال الدوله المغربيه، وليداتنا يعني داخلين لهذا الميدان عن حب. الاكثريه ديالهم الا سولتيهم، الاغلبيه الساحقه الا سولتيهم شنو كان الحلم ديالك ملي كنتي صغير، غايقول لك كنت طبيب. انا والله نوريك واحد التصويره ديال بنتي عندها 5 سنين بستيتوسكوب فري، كانت تمشي تشري اللعاب، تتشري اللعاب ديال الطبيب، ديال داكشي ديال الميديسين. فاش نقولوا لها تتقول لك لا هادو غير هادو، بغيتهم هادو كذوب، بغيتو انا حقيقي، بغيت ستيتوسكوب حقيقي. بنتي عندها 5 سنين نوريكم التصويره ديالها مصوره بستيتوسكوب حقيقي، حلم ديالها من الصغر ديالها. علاش يسدوا في وجههم باب الحوار؟ الا كانوا خرجوا اليوم خرجوا حبا في المهنه اللي هما كانوا تيحلموا بها من الصغر ديالهم، علاش يحرموهم من الدراسه ديالهم مده ديال 5 شهور ويسدوا في وجههم باب الحوار؟ وعاش سيدنا، وعاش سيدنا. حنا تناشدوا سيدنا، سيدنا سيدنا هو اللي دخل يحل هذا المشكل ديال وليداتنا. وليداتنا راه ماشي هو الشوارع، وليداتنا بلاصتهم المستشفيات الجامعيه، بلاصتهم الكليات والمدرجات ديالهم. وليداتنا خارجين على مطالب اللي هي مشروعه وغير تعجيزيه للوزاره. حنا تنشوفوها غير تعجيزيه، ما طالبين حتى بشي حاجه، طالبين بجوده التكوين. والوزير يخرج يقنعهم، الا كان 6 سنين يعطينا البرمجه اللي دار 6 سنين، يعطينا شنو البروغرام اللي دار، فين يعوض داك العام السابع؟ واش غيعوضوا في دي ستاج ولا يعوضوا في دي كور في بروميير اني حتى لسيزيام اني؟ شنو غادي يدير؟ ما يعطيناش 6 سنين ويخلينا في ضبابيه، يخلينا مبهمين، ما عارفينش مصير ولادنا، ما بقيناش عارفين حنا هاد الدكتوره اللي غادي يقبضوا ولادنا شنو غادي يديروا بها في هاد البلاد؟ واش يخرجوا يقتلوا المواطن المغربي؟ واش هو تيخرج في التصريح تيقول لك الطبيب قادر يداوي بالهضره؟ اذا كيفاش الطبيب قادر يداوي بالهضره؟ واش الطبيب انت اذا العواد خرج لي طبيب غير كفء؟ صافي هذا هو اللي كاين، هو تخرج لي طبيب غير كفء باش تقول لي الطبيب غادي يداوي بالهضره؟ هذا راه تصريح ديال السي مراوي، راه لا يعقل، لا يعقل تقول لي الطبيب واش كلشي غيخرج طبيب نساني تيداوي بالهضره؟ مرحبا، راه كاين طبيب اللي خصو يدير التشخيص وما يغلطش فيه، وما خصناش ولادنا يتحملوا واحد المسؤوليه على رقبتهم وهما ما قادينش عليها. وزير قال بان الامهات والاباء ما ماشي متفقين مع اولادهم، وداكشي حنا الحمد لله متفقين مع اولادنا وباغيين لهم كلشي، لان خصنا جوده التكوين. وزائد قال بان خصو يتلاقى مع اولياء الامور، حنا ولادنا ماجور يفاكسيني هو الحمد لله بيدو قال لا هو لا وزير الصحه كيقول الاولياء، حتى حنا اذا خصنا نتلاقاو بالاولياء ندعو ماذا باش هادو. ما يمكنش العيال تبارك الله فعلا اللي 19 20 25 وغايخرج طبيب وكيقول لك خصو الاولياء الامور ديالهم، نهار اللي مشاو يتسجلوا في كليه الطب
دخلوا بوحديتهم، يعني ما كان معهم حتى شي واحد، ما خلاو ولا شي تكع مات ولا اباء ندخلوا معاهم. وشكرا، نتمنوا الراي العام يتفهم ويكون مع اولادنا، لان هذه في صالح حتى المواطن ماشي غير في صالح الابناء ديالنا وداك الشيء. شكرا. حنا جينا كاباء كندعموا وكنتضامنوا مع بناتنا وابنائنا في هذه المعركه النضاليه اللي خضوها منذ تقريبا حوالي 5 شهور، واللي القاسم المشترك بين جل المطالب جل النقاط المطلبيه ديالهم هي جوده التكوين الطبي. وكما كنعرفوا جميع ان من يمس جوده التكوين الطبي فهو يمس الصحه العموميه ديال عموم المغاربه. ونلتمس من الوزارتين وصيه على القطاع ان يكفوا عن 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 سياسه الصمت والصمت والتجاهل المطالب ديال الطلبه والنزول وفتح الحوار مع الطلبه، علما ان الطلبه عمرهم ما تخلوا عن الحوار، بل هما الوزيرين هما اللي عنوا في ندوه صحفيه سابقه انهم كيشدوا باب الحوار، وحنا كنطلبوا يتحاوروا لان بدون الحوار ما غيتحلش المشكل. وعلى هناك رساله اخرى كنوجهها لرئيس الحكومه انه بحكم انه هو المسؤول على الحكومه كامله، ان خصو يمارس الصلاحيات ديالو السياسيه والدستوريه لحل حاله هذا الملف والخروج به الى الوصول به الى مخرج امن وصالح الجميع. وشكرا.